جائزة الحوار الوطني المقدمة من مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. هي جائزة وطنية سنوية مقدمة من مركز الحوار الوطني، تهدف للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ببناء مجتمع متسامح لوطن مزدهر، وإبراز الجهود التي تسهم في تعزيز قيم التسامح والتعايش المجتمعي والتلاحم الوطني، والتي يسعى مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لترسيخها في المجتمع تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني. تستهدف الجائزة المؤسسات الحكومية، القطاع الخاص، مؤسسات المجتمع المدني والأفراد، ليتم الاحتفاء بهم وتكريمهم بدرع جائزة مركز الحوار الوطني للتميز للمؤسسات الحكومية وللقطاع الخاص ولمؤسسات المجتمع المدني وللأفراد. قيمنا تجمعنا. شاركنا الآن من خلال موقع الجائزة.